السلطة مصرة ان هي تمارس غبائها، السلطة مصرة ان هي تمارس قمعها. السلطة بعد ما فضت المظاهرة اللي كانت عند مجلس الشورى اللي بتطالب بحذف مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، بتعترض بشدة على قانون منع التظاهر، مش حتى حق التظاهر. السلطة كمان امبارح قررت ان هي تقول لنا علنية كده انه الشرطة في ايدي، الجيش في ايدي، القضاء كمان هو في ايدي. يعني القضاء امبارح بيحكم ب 11 سنة على بنات، اكبر واحدة فيهم عندها 20 سنة. حكومة الثورة المضادة بالقطار على راسها عبد الفتاح السيسي بتقول لنا بشكل واضح وصريح انه انسوا قصة الثورة بقى، وانسوا قصة يناير، في قانون علشان مش كل اللي رايح واللي جاي يبقى عايز يعمل مظاهرة. مفيش مظاهرات اصلا هتحصل، لو عايز تعمل مظاهرة استأذني علشان تظهر ضد. امبارح زملاء كتير قرروا ان هم يتقدموا باستقالات جماعية من مناصبهم في اتحادات الطلاب، لانه في النهايه كلنا عارفين ان اتحاد الطلاب ابدا عمره ما كان بديل عن الطلاب، ولا عمره هيكون بديل عن الطلاب، ولا حتى عمره بالشكل الحالي بتاعه ده هيكون حتى نقابه للطلاب. اتحاد الطلاب 2012 2013 كان مثال للاتحاد اللي طول الوقت عامل ازمه للسلطه في دماغه. استقالاتنا هي استقالات جماعيه، استقالاتنا هي انذار واضح للسلطه، بنقول لها احنا موجودين، احنا قدمنا استقالاتنا، احنا مش هنتكلم بمناصبنا، احنا موجودين بين المناضلين على متاريس الثوره، واخدين مكاننا الصحيح على متاريس الثوره. عمرنا ما هنرجع خطوه لورا، وعمرنا ما هنخ، وعمرنا ما هنصطف مع اي عدو للثوره ديت في سبيل ان هو يحمي الامن او يدافع عن البلد او يكافح الارهاب. عايز تكافح الارهاب اكل الناس، عايز تكافح الارهاب عالج الناس كويس، عايز تكافح الارهاب خلي الناس تعيش عيشه محترمه.